نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن الثبات على الدين. التعمق في طلب الدنيا وتمكن الدنيا من قلب الإنسان في جميع أحواله سبب من أسباب الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير من هذه الدنيا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الخسران.